محمود صيام مريض كلى من الأنواع المزمنة اللي بيسموها نوع مزمن للكلى، وغسيل الكلى شيء متعب، والله يعين كل اللي بغسله، لأنه لما بغسل الإنسان 3 أيام في الأسبوع يعني في 3 أيام من حياته تقريبا مفقودة. وبالتالي إحنا اتأقلمنا مع هذه الظروف، لكن مقيدين بالأدوية وبالأكل اللي هو الالتزام بأنواع محددة من الأكل. هذه الأنواع أولا نبدأ بالخضار، الخضار الورقيات بالذات لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح وبالذات البوتاسيوم. أنا بالنسبة إلي مثلا الوزن نقص حوالي 15 كيلو في عمليات الغسيل، بالإضافة إلى الحركة أصبحت ضعيفة إلى حد ما. أهم حاجة منها الممنوعة تقريبا اللي هي الملوخية والسبانخ والخبيزة. الفواكه معظمها للأسف غني بالبوتاسيوم، وخصوصا التين والصبر والمشمش والشمام، المانجا، كلها فواكه شبه ممنوعة أو التقليل منها قدر الإمكان. نيجي للفواكه الجيدة بالنسبة لأمراض الكلى، المفضل الأول هو التفاح، ثم النجاس، بعده بيجي العنب الأسود يفضل على العنب الأبيض. بنرجع لقول الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم. قبل كل شيء بدي أوجه تحية للسيد إبراهيم الصيام وأحكي له يعني إن شاء الله الصحة الوفيرة لك دائما وطولة العمر يا رب. والآن معنا خبيرة التغذية فاتن مرجي لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. فاتن صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. صباح النور. أهلا فيك معنا فاتن. أول إشي خلينا نحكي عن الكلى وظائفها وكيف بنقدر نعرف إنه إحنا في عنا مشكلة فيها. تمام. أغلب الناس بتفكر أن الكلى وظيفتها هي تصفية الجسم، وهذا الحكي صحيح 100%، لكن اللي ما بنعرفه أنه بيصير في عنا عملية امتصاص الماء والأملاح والمعادن باك لجسم لو إحنا بحاجتها، والزيادة عنها رح يطرح خارجا. كما أنه في الكلى بيصير في تحفيز لفيتامين D2 وتحويله إلى D3 بمساعدة الكلى للأكتف فورم إحنا بنسميه، أو الدور أو الفيتامين دي الفعال هيك بنسميه. نعم. أكتف فورم فيتامين دي. هلأ الكلى وظيفتها جدا مهمة لجسم الإنسان، وإحنا بنعتبرها من أهم الأمراض اللي واجب إنه إحنا ندير بالنا عليها ونعملها متابعة ومراقبة لو كان في خلل فيها. كيف بنعرف؟ هلأ لمشاكل الكلى في 5 stages أو 5 مراحل. الأولى والثانية نادرا ما يكون في شكوى من المريض، لكن بيكون في أعراض ممكن يلاحظها المريض لو شوي انتبه. بيكون في رغوة في البول عند التبول، بيكون في هذا العرض البسيط الوحيد اللي ممكن احنا ندرك انه احنا في المرحلة الأولى أو الثانية لأنه ما فيها أي أوجاع أو آلام. الثالثة والرابعة رح يكون شوي الموضوع أشد لأنه عمل الكلية رح ينزل تدريجيا، فرح تبطل سفشنت أو فعالة وتقوم بالدور تبعها 100%، فبالتالي رح يصير في شوية آلام أو نغزات بنقدر نحكي ان هي بتكون على الجناب مواقع الكلى. هلا للاسف الستيج نمبر 5 هي المرحله الاخيره اللي المزمن. ما بنقدر انه احنا نعمل فيها اي شيء، فبيدخل المريض مع اشراف الطبيب واخصائي التغذيه لجلسات غسيل الكلى.
نعم، بما أنك ذكرتي الخمس مراحل، طبعا كل مرحلة لها تغذية معينة. مثلا المرحلة الأولى عادي أنه يكون في سوائل، لكن مع مرور المراحل بنصير نخفف من السوائل. فهلأ بدنا منك لكل مرحلة إيش التغذية المناسبة لها. هلأ أول المراحل لما يكون في خلل في وظيفة الكلية، إحنا بننتبه لأكثر الأشياء اللي إحنا بننتبه لها، أربع عناصر اللي هي البروتين والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم اللي هم الاملاح. خلينا نحكي الصوديوم. البوتاسيوم الموجوده بالخضار الورقي العام ما شاء الله حكى لنا كثير معلومات غنيه وصحيحه 100%، طبعا من خبرته الاليمه اللي عاشها بغسيل الكلى. لكن المراحل الاولى خلينا نحكي ستيج 1 لحتى ستيج 4 بيصير في عنا تقليل مش حرمان، وهون الفرق اللي لازم نحكيه. مثلا نسبه البروتين للشخص الطبيعي تقريبا 1 جرام لكل كيلو من جسم الإنسان، لكن لما يكون في عندي مشكلة في الكلى رح ننزلها ل 0.7 يعني فاصلة 7 أو فاصلة 8 لكل كيلو من جسم الإنسان. نعم. هذا فيما يتعلق بالبروتين الحيواني أكثر ننتبه له لأنه هو الأصعب. في عنا البروتين النباتي اللي إحنا بناخده من البقوليات، في عنا الفوسفور الموجود بالألبان والبيض، الألبان الأجبان البيض، وفي عنا كمان هلأ الخضار الورقية زي ما حكى العمو جرجير البقدونس الخبيزة. كل هاي الخضار الورقية نقدر نحكي لازم نخاف منها كتير، وعشان نخفف نسبة البوتاسيوم فيها يفضل جدا نقعها لمدة لا تقل عن 3 ساعات مع تغيير الماء بشكل مستمر، لأنه في عملية النقع والسلق والتقشير للخضار والفواكه احنا بنتخلص بنسبة كبيرة من البوتاسيوم فيها. بحب اضيف انه وجود الفوسفور تحديدا، هلأ هذا يمكن شوي انه يغير النظرة، لانه احنا دائما نحكي للناس خذوا خبز اسمر، خذوا مثلا الحبوب الكاملة. الموضوع بيفرق كتير مع مرضى الكلى، هذا كله ممنوع ومسموح لهم الخبز الابيض والحبوب الغير كاملة، ولازم تكون انه مثلا حتى الشوفان مثلا، انت فاهمة كيف تنعكس الآية بتصير. هلأ الستيج الاخيرة بما انه هذا الشخص عم بيقوم بغسيل الكلى فقط ايام الغسيل، منزيد نسبة البروتين نرفعها، بقدر يأكل أكثر. نعم. قبل ما يروح على الغسيل. يس نعم يا. بالضبط. يعني ممكن إنه الخضار الورقي اللي حكى عنها السيد إبراهيم ممكن إنه يتناولها قبل ما مع مراعاة. نعم مع مراعاة إنه إحنا نتبع الأسلوب الصحيح حتى نقلل قدر الإمكان من وجود البوتاسيوم والصوديوم بالمأكولات. أنت بتعرف الصوديوم مش بس ملح الطعام. نعم. إحنا بنخاف من الصوديوم المضاف. إيش يعني مضاف؟ يعني الأطعمة المعلبة كلها صوديوم، المعلبات كلها صوديوم، اللحوم المصنعة كلها صوديوم. إحنا بنخاف من هذا الموضوع تحديدا أكثر من خوفنا من ملح الطعام. نعم. طب بما أنه ذكرنا الأغذية بكل هاي التفصيلات، خلينا نحكي أنه ممكن المريض يكون عنده مرض ضغط أو مرض القلب أو صحيح. نحكي مرض السكري، كيف صحيح. ممكن نظبط له الوضع؟ عنده كتير أشياء مش عارفين بدنا نعملها على الأمراض اللي عنده. نعم. هلأ الفكرة وين؟ أنه أكثر الناس العرضة للأسف لمشاكل في الكلى هم الناس اللي عندهم ما في عندهم مستويات منتظمة من السكر في الدم، زائد الناس اللي عندهم مشاكل في الضغط. هلأ هدول الناس برقم واحد احنا بنخاف عليهم ان يصير في عندهم تلف في الكلى. نعم. فبالتالي انه حفاظنا على مستويات سكريات صحيحة وضغط الدم معتدل دايما، هذا بيساعدنا انه احنا نتفادى وجود تلف في الكلى. هلأ بالنسبة لانه كيف بدنا نحافظ على هذا الموضوع أو حمية تكون مناسبة لكل. نعم. الأمراض اللي عند المريض. نعم. هلأ هي التغذية السليمة بنسبة 90% بتساعدنا على الحفاظ على الكلى وباقي الأمراض. نعم. تمام. لكن لما يكون أنا مريض للأسف عنده كل هاي المشاكل مرة واحدة، إحنا أو الأطباء كرقم واحد رح يتجه الأنظار نحو الكلى رقم واحد، يعني بهمنا نحافظ على الكلى. للكلى. نعم نعم الأولوية للكلى، لأنه بدون الكلى وإذا في احتباس في السوائل الإديما أو الأساتيس احتباس الماء في البطن بيصير عندنا مشاكل وثقل على عضلة القلب، فبالتالي الكلى هي رقم واحد اللي رح نحافظ عليها. نعم. طب ماذا بالنسبة لتناول المياه أو الماء؟ يعني شرب الماء. نعم. من المرحلة الأولى للأخيرة شو بصير تغيير عليها؟ نعم كتير بيفرق. هلأ بيفرق كيف؟ أنه إحنا لو يصير في عنا إديما أو تجمع الماء في جسم الإنسان، إحنا رح نقلل الانتيك أوف ووتر أو الووتر انتيك، رح يقل تدريجيا بمراعاة الطبيب، هو الطبيب رح يعطي الدوز الصحيحة أو سوري الكمية الصحيحة من الماء. نعم. يعني مبدئيا المرحلة الأولى خلينا نحكي رح يكون في شرب ماء تقريبا طبيعي. نعم نعم بيصير هذا الحكي صحيح، لكن مع الإديما نحن بنخاف من تجمع السوائل الزائد، فبالتالي نعم بنحدد الماء الداخل، حتى الماء تبع الأطعمة رح يكون محسوب. يعني تخيل إذا أكل طعام فيه نسبة ماء رح تكون محسوبة بالووتر انتيك.
نعم مش يعني فقط الماء السائل. نعم. طب بالنسبة للمحاذير لمرضى الكلى، من شو منحذرهم وشو ممكن يأخذوا بعين الاعتبار خلال غسيل الكلى أو خلال مرضهم بشكل عام؟ خلال المرض خلينا نحكي في أشياء بنقدر نساعدهم فيها. هلأ كيف بيحكوا ديتوكس، تطهير الجسم من السموم، تمام؟ ممكن مثلا مثل الزنجبيل أنه يكون مثلا مشروب، هذا المشروب بيساعد على تصفية الجسم. ممكن الكركم يساعدهم كمان، هي مشروبات يعني أو أشياء موجودة بالأغلب في كل بيت. يعني هاي الأشياء اللي بتنصحي فيها؟ نعم أنا بنصح فيها في البدايات، يعني قبل ما نوصل لمرحلة غسيل الكلى. مرحلة غسيل الكلى هي متأخرة جداً، عرفتي كيف؟ فانه نعم. للوقايه درهم وقايه خير من قنطار علاج. فاحنا بنحاول نحسن الاغذيه، نبتعد عن اللحوم الحمراء، ناكلها مره لمرتين ماكسيموم خلال الاسبوع، يقلل منها يعني. نعم بنفضل انه الابتعاد عن المشروبات الغازيه، اوكي، وبنفضل كمان الابتعاد عن المعلبات. اي شيء معلبات في منه فريش بنفضل انه احنا نتجه نحو الخضار الطازجه. نعم، وأخيرا فاتن بدنا منك هيك نصيحة حلوة لمرضى الكلى اللي بيتابعونا حاليا. الكلية وظيفتها كتير مهمة في جسمنا، بتمنى بس الأخذ بعين الاعتبار المسببات. تراكم الأمور من التغذية الغير سليمة ممكن تخرب الكلية، فمشان هيك بفضل أنهم يتبعوا 90%، مناش نحكي 100% حمية سليمة، مع ممارسة رياضة خفيفة حتى لو كانت فقط مشي لمدة 30 دقيقة. شرب المي هو رقم واحد، وإحنا ما منبدله بالقهوة والشاي، وإن شاء الله يضلهم بصحة على طول. يعني بنتمنى هيك فاتن لكل اللي عم بيتابعونا ولكل مرضى الكلى، بنتمنى لهم الصحة الجيدة. وأنا بدوري بدي أشكرك لوجودك معنا. يعني فاتن نورتينا اليوم. فاتن مرجي كانت معنا أخصائية التغذية لهذا اليوم. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا لك.